هكذا تعودنا انه نشوف الفنان كرار بفيديوهات، مطرب، نجم، مغني، لكن هو فاجئنا مؤخرا مشاركته بالبطولة الدولية لمستر يونيفرس وجاء ترتيبه بالمركز السادس. اليوم ينضم لنا باستوديو الشرقية ببغداد. اهلا وسهلا بك كرار. مساء الخير. مساء الخير والعافية وجمعة مباركة سترقية. جمعة مباركة عليك يا بطل. المرة هذا اللقاء رياضي. هذا اللقاء اليوم رياضة. اليوم رياضة يعني عكس المضمون. وانت يعني داخل مو بس ايش تقول انا عندي عضلات وجسم حلو، لا، داخل تنافس وب يعني 300 رياضي مشارك في هذه البطولة من 21 أو 22 دولة. فخلينا نبدو ياك نعرف القصة. نعم. تفاصيلها، شلون أخذت القرار وأخذت هذه الخطوة؟ أولا مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل جمهوركم، كل المشاهدين. طبعا الفكرة ابتدت هي يعني تقريبا من أكثر من 8 سنوات 7 سنوات أنا أتمرن، فتمرين يوميا من يعني بدون انقطاع. فوصلنا لمرحله قلت لهم الاصدقاء يعني اصدقائي كلهم كباتن وابطال، قلت لهم انا اليوم راح ابلش باعداد بطوله. قالوا كرار انت فنان. قلت لهم هي الفكره، الفكره انه انت شيء تمارس شيء تحبه، الممارسه حلوه بس انه انت لازم تكون صاحب بصمه بكل مكان تمر بي. فقلت لهم خلاص انا نويت انه قررت اشترك بطوله. فمشيت بهذا الاعداد، طبعا عديت التمرين والغذاء كله انا يعني. نعم. اشراف نفسي. انزين. يعني انت صار لك 8 سنين. والحمد لله وشكر وصلنا هاي النتيجه. يعني انت صار لك 8 سنين تشتغل على هذا الموضوع هيك بسكوت بصمت. ما حد يعرف بس المحيطين. لا. لا هو احنا بلشنا الرياضه يعني هاي خصه رياضه كمال اجسام. نعم. لترتيب الجسم انه انت تلبس فنان، اطلالتك على المسرح، اطلالتك بالفيديو كليب. فمش الموضوع صار ما يقارب 10 اشهر. نعم. بلشت بالاعداد بالتزام الغذاء، التزام التمرين، الاعداد. اي نعم نعم، بمشاركه الاصدقاء الكباتن ايضا اللي كانوا مشرفين، من كابتن جميل، من كابتن حسين، من كابتن وسام، من كابتن احمد، يعني كلهم بالاونه الاخيره كابتن عمر. فكل هاي اجتمعنا على طاوله واحده حتى نقدم هذا الانجاز. نعم. كل الفنانين يعني بالسنوات تقريبا 15 او 20 سنه او 10 سنين بداوا يتجهون للرياضه، ومثل ما قلت الشكل، القامه الحلوه، الجسم المتناسق على المسرح يعني، بس مو كلهم ياخذون قرار انه يروحون باتجاه انه يحترفون ويشاركون في بطولات. فاكيد هذا القرار كان يحتاج شجاعه منك، واكيد انت محاط بناس شجعوك، ذكرت بعض الاسماء، فهل كان هناك احد نعم نصحك قال لك لا تاخذ هذه الخطوه، في احد من حولك والله خوفا عليك وحرصا عليك؟ نعم بالضبط بالضبط. قال اولا انه تجربه جريئه جدا. نعم. قلت لهم اني شكو شيء بمسرح، انا رجل عاشق للمسرح يعني. نعم. ما القى نفسي الا على المسرح. نعم. فقالوا جراه المسرح انه انت راح تطلع بشيء مغاير لعملك، يعني انه انت رجل فنان. نعم. هذا يحتاج لالتزام بالاكل. نعم. يحتاج بكل الجوانب يعني. نعم. هذا صعب جدا، من الصعب صراحه. من مريت بهاي التجربه حسيت بمعاناه. راح اختصر كلامي بكلمه يعني كلمه او اثنين. هاي اللعبه هي لعبه الرجال، بالتحمل، تعلمك التحمل، الصبر، السيطرة على النفس. نعم. الانتظام، انه انت تنتظم بغذائك الصباحي، بتمرينك الصباحي، الى تمرينك المسائي، باعداد البطولة، بكل هاي التفاصيل. تحرم نفسك من واي اشياء، من الاكل يعني. من تنطيق، انت شفت تنطيق. بالبداية كانوا يعني البطل. انا حاليا انت شفت اللقاء. نعم. كان ضيفنا الفائز بهذه البطولة التوج بالمركز الاول هيثم، فحجة هو انه شقد هو حرم نفسه من واي اشياء. الغذاء يعني انا صار اسبوع من انتهت البطوله، انا لمده اسبوع
ما خليت لا خبز لا صمون لا حلويات، لا قلت لهم راح يروح حتى السكس باك انتقمت ما راح يبقى يعني. اي والله أي لا بس كرار بنفس الوقت انبني ضميري كرار مو اكو بطوله جايه بشهر اب ريدك بيها لا بشهر اكو اكو بطوله بشهر الثامن واكو بطوله بالعاشر ايضا راح تكون بدبي. فلا انا يعني شلون اقول لك انه فتت بهاي التجربه وكانت هي تجربه اول فنان عراقي يشترك ببطوله مستر يونيفرس العالميه. نعم فالحمد لله والشكر حققت نتيجه ما كنت متوقعها صراحه. مركز سادس يعني من شفت الابطال اللي موجوده يعني الابطال اللي موجوده انه تطلع بنصهم يعني فد انجاز عظيم. هاي صحيح. الابطال اللي موجوده هي ابطال اسيا وابطال صح. عالم وابطال عراق هم يعني رياضيين متخصصين بهاي متخصصين بهذا هم المجال. مهنتهم بالضبط وانت جاي داخل بمهنتهم بالضبط. بس مثل ما قلت انه انت بديت والبدايه قويه سادس المركز السادس يعني هذا انجاز كبير فطمنا يعني راح تكمل شلون نجيب مركز اول ان شاء الله اكو فكره بس هسه يحتاج لراحه لانه الجسم مجهد كل هذا جهد النوم التفاصيل صح. يعني انا صار اسبوع اكل وانام لا ما يصير ما يصير ارجع الى الحرمان. طيب كرار ان شاء الله كرار يعني بصراحه اريد نعم. انت احيانا واحد يريد يثبت لنفسه شيء فيجرب مره واحده ومن تجي النتيجه زينه يقول المهم انه انا جربت خلي اروح لغير مجال. هل انت من هذا النوع؟ لا لو تريد تكمل لا. بهذه الرياضه لان هذه الرياضه لها اشتراطاتها يعني على المدى البعيد انت لازم تحافظ على هذا النشاط البدني والرياضي الكتله الحجم الكتله شكلها مو صحيح هوايه ضوابط بيها اشتراطات. نعم ان شاء الله نكمل بالبطولات القادمه يعني هاي اول بطوله جبنا بها مركز سادس. نعم ان شاء الله البطولات القادمه راح تكون باشراف مدربين. نعم يعني مو انه انا اخذتها بهوايه بهوايه عديت للبطوله كتمرين وكغذاء وكل هاي التفاصيل واني رجل فنان عندي معلومات من جانب وجانب اخر فاستفادت من هاي المعلومات. البطوله القادمه ان شاء الله راح تكون تحت اشراف مدرب. نعم وان شاء الله نقدم مستوى نجيب ميداليه ذهبيه ان شاء الله. ان شاء الله الكتله العضليه راح تكون اكبر السمك العضلي راح يكون اكثر يعني مثل ما تعرفين هاي اول اعداد بطوله طلعنا بهذا المنظر وهذا الشكل. نعم الحمد لله وان شاء الله القادم يكون افضل إن شاء بس الله. بعد ممكن بعد فتره لانه هلكت يا الاسهل تكون بطل رياضي لو فنان تغني على المسرح احكي الصدق كرار. لا والله صراحه ماكو اجمل احكي ضميرك بس بدلتك وتسوي شعرك وتلزم المايك وتطلع تغني وبكل هدوء وكل تفاصيل هاي اللعبه حرمان يعني تخيلي انه انت تقطع مي اني قبل البطوله بيومين يسموه تنشيف يعني رحت تنشيف الجسم بالضبط رحت للبطوله انه انا كنت حابس مي يعني اكو مي بجسمي. نعم. فتوجه لي كابتن جميل وجه له تحياتي من اربيل الى جاني الى سليمانيه نشفني يعني سحب المي اللي بجسمي سحب كل هاي التفاصيل لمده 3 ايام انا مي ما شارب مده 3 ايام يا الله سحبت المي صدق صعبة. وين جانت لي هاي السالفه هاي تورطت بعد لا قلت لك هاي تورطت هاي اللعبة صعبة جدا تنطي طاقة التحمل وكل هاي التفاصيل موجودة بهاي اللعبة تحس نفسك يعني أقوى؟ أنا أهني الأبطال صراحة والله أهنيهم. تحس نفسك الآن أقوى؟ شنو ضافت لك؟ شنو ضافت لك هذه الرياضة على الصعيد الشخصي يعني؟ هواية أشياء تعلمتها من هاي الرياضة. نعم. أول شغلة هي التحمل. أول شغلة هي أنا اللي اكتسبتها يعني التحمل الإرادة. أنت من تكون عندك إرادة وتنافس مع هاي الأبطال وهاي العمالقة اللي موجودة على المسرح الطاقة عندك تكون
يعني لا لا هاي اللعبه عظيمه صراحه. وان شاء الله الايام القادمه نتوجه للاعمال الفنيه حتى ما ننسى الجانب المهم بحياتي. نعم. الجانب الفني من اعمال قادمه من كليبات من اغاني ان شاء الله. طيب كرار للجمهور اما إن شاء الله. اما بعد نتوجه. اي طيب كرار وانت صارت المسؤوليه بمسؤوليتين. اي انت تحب المسرح لكن هالمره الوقفه على المسرح غير. نعم. هالمره الوقوف مع ابطال وباول تجربه اكيد. هل مر عليك وقت انه قلت تريد تنسحب مثلا؟ يعني صار خوف؟ ابدا ابدا. هم. اوكي. ابد 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 نهائيا. هو هي جماليه اللعبه هاي التنافس. نعم. انه انت تكون منافس حتى لو كنت في بدايتك. انا يعني اوكي بطوله وبطوله بس من رحت للبطوله انا ما اعرف قيمه حجم هاي البطوله انه هي بطوله عالم. نعم. مستر يونيفرس عالم. بطوله العالم انه تعد بطوله تشترك. نعم. صالات اما بعد غير بطولات اما بعد يشترك عراق اما صح. بعد ممكن يشترك يونيفرس. بس انا رحت قبل للاخير. انت رايح قبل للاخير شنو هالصالات بديت من القمه. انت يعني يقول مثل ما يقولون فكرت خارج الصندوق ونجحت. يعني هذا الانسان من يامن بشيء ويامن بنفسه وينجح. هو اكيد شلون تشجيع الاهل؟ والله الاهل فرحانين. يعني انا امي استقبلتني بالهلاهل والشكليت. الشيء الثاني الجمهور، متعه الجمهور. يعني صراحه ما كنت اتخيل. اوكي انا كنت لاعبها مثل ما نقول انه بطوله واول فنان يشترك وراح تصير مثل ما نقول يعني لغط بالسوشيال ميديا. فاجأت الجمهور. نعم. ما توقعت. اي ما توقعت انه محبه الجمهور بهذه الطريقه. محبه الجمهور الرياضي. نعم. بمشاركه فنان ببطوله كمال اجسام. يعني صراحه احمد الله واشكره على هذا المحبه اللي شفتها. يعني انا يمكن اكو فيديو من الفيديوهات مسوين من اني اغني على المسرح قدموا لي المايك ورحبوا بي. جد اسالك على هاي هم طلبوا منك تغني؟ ايه نعم نعم هم اللي طلبوا وهم اللي رحبوا بي. قالوا اثناء التتويج. نعم. فرحبوا بي قالوا انه اليوم متواجد ويانا فنان تفاته حلوه منهم شاب لاول مره. اي نعم نعم الحمد لله والشكر. وصار بالمونتاج انه انام وما يجيني النوم مع اشتراك ذا فويس. يعني رجعوني لمده 10 سنوات اللي ورا. صراحه شعور كان بمنتهى الروعه. يعني ما اقدر اوصف شعوري بهاي المشاركه. طيب خلينا نشوف الفيديو. اكو بعض الناس اكيد ما شافته فخلينا نشوفه ونرجع لك. نعم. سنه 2013 واليوم راح اشارك وياكم على مسرح في داخل العراق. شو جاب بالك وانت تشوف هاي اللقطات؟ نعم والله يعني مثل ما قلت لك ست رقية، يعني انا احسد نفسي على هذا الانجاز. الحمد لله. يعني انا ككرار صلاح اليوم احسد نفسي على هاي النتيجه، على هذا الانجاز، على محبه العالم. نعم. يعني حتى اكو بعض الناس من الممكن انه كانت محبه
محبة اللي كرار صلاح 5% اليوم من شاف هذا الإنجاز. نعم. بهذا يعني ما أعرف يمكن الكلام ما يحضرني أو المشاعر تغطي. نعم. بس يعني كل اللي قدمته أنا فخور به اليوم الحمد لله. وإحنا هم فخورين به إنه مثل ما قلت أنت سمعت مثل ما يقولون الصوت الداخلي إنه كرار بشنو ممكن ينجح غير الفن. فهذا حلو إنه واحد يتبع إحساسه الداخلي ويجرب حتى لو أنت ما أخذت المركز السادس، بس مجرد أخذ هذا القرار الجريء إنه أنت شارك في بطولة دولية وبمنافسة 300 لاعب هم أصلاً محترفين ومستعدين لهذه البطولة، هذا بحد ذاته إنجاز كبير. فإحنا اليوم استضافتنا كانت لأنه أنت باليوم بالتالي احنا ايضا نريد نقدم نموذج اخر من الفنان، احنا دائما نحتفي بفنانينا بانجازاتهم الفنيه، لكن ايضا اليوم احنا استضافينا كرار حتى نضوي على تجربته هاي الجديده، ووصلتك اكيد هواي تعليقات بين مؤيده وبين معارضه، فتذكرنا هيك بعض التعليقات اللي نعم. اسعدتك جدا وبعض التعليقات اللي ابقى بالفن ليش تروح على الرياضه، اكيد انت قريت هاي التعليقات صح؟ نعم 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 اكيد. التعليقات السلبيه هي نوعا ما، احنا اليوم اذا ننزل عمل فني نشوف الاغلبيه هي الكومنت السلبي. التعليقات السلبيه موجوده بس بالفتره الحاليه هي باشتراكي بهاي البطوله نقدر نعطي اخذت حيز 10% من التعليقات بالضبط. السلبيه بالضبط صح زين. الكومنتات او الاشياء اللي وصلتني اللي هي مفرحه نعم يعني اكو اشخاص يدزوا لي ان كان على السناب او على الانستغرام انه هم يتمرنون بالجيم، والله كرار شكرا لانه شجعتنا، شكرا كرار لانه خليتنا نتمرن. يعني هاي كانت الاشياء الايجابيه من غير الكومنتات لانه ما تحضرني لانه هواي كل شيء هواي الحمد لله. الحمد لله. احنا راح ننتظرك بالبطولة القادمة. هالاسبوع انت فري وكل شيء عجبك، بس وراها لا لازم تلتزم بالنظام. كل شيء اكلت. لا باكر السبت القادم هو اللي هو باكر راح نرجع. اي نعم. طب فنيا اريد نعرف شنو انت دا تحضر لو هسه استراحة. فنيا عندنا لا مجهز. لا كل شيء جاهز لانه انت لازم من تخطي خطوه. نعم. لازم يكون عندك المهنه الاساسيه انت تكون مهيئ كل التفاصيل حتى ما ننساها. نعم. عندنا فيديو كليب، اريد يعني فيديو كليب يكون فيديو كليب ضخم ان شاء الله. من الفيديو بخلي نشوف اختيار المخرج. نعم. الفكره موجوده، الفكره فكرتي. نعم. بس ينفذها يحتاج لها ضخامه بالعمل، يعني مو اي فيديو كليب انه ممكن يصور ويبث يعني. على المنصات نعم. يحتاج لضخامه بالانتاج. عندنا جلسه راح تنزل للتلفزيون الرماس ايضا مصوره فيديو كليب. عندنا اعمال ما يقارب الخمسه الى ست اعمال جاهزه يعني كامله من كل التفاصيل. وان شاء الله القادم نقدم من الممكن هاي الاعمال تنزل على طريقة الأوديو أو السينجل. نعم. أو الألبوم. نعم. إن شاء الله كل الخير كرار، حبينا اليوم أنه نحتفي بيك للجميع وتكون ضيف عزيز في برنامج ظهيرة الجمعة، وأنت دائما ضيف عزيز لكن هالمرة اللقاء شكراً. مختلف باعتبار أكو مستجدات وأكو خطط جديدة، فجزيل الشكر إليك ودائما نلتقي على الخير إن شاء الله. شكراً. موفق بكل خطوة بوجودكم الخير ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا للاستاذ المخرج الجميل فراس الراي على اتاحه هاي الفرصه. شكرا جزيلا لكم ولكل كادر الشرقيه وتحياتي للجميع ان شاء الله. في امان الله يا بطل.